أقوال وحكم للنبي محمد ستغير حياتك، وحتى لو كنت من غير المسلمين فإن هذا الكلام سيغير فيك كثيراً وسيلهمك الحكمة والمعرفة. تابعوا معي هذا الفيديو للنهاية، وإياكم أن تخرجوا من هذا الفيديو حتى تستمعوا إلى هذه اللآلئ وإلى هذه الجواهر والحكم من أقوال النبي محمد. على قناتكم الحياة عجائب، الحياة عجائب، والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حكمة الأولى من أقوال النبي محمد كما جاء في الحديث المتفق عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ومعناه أن الإنسان يجب أن يكون فطناً وأن يكون ذكياً، فإذا لدغ من جحر عليه ألا يعاود له مرة ثانية، فإن الخطأ وارد، ولكن تكرار نفس الخطأ وانتظار نتائج أخرى هو الحماقة بعينه. ومن أقواله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. من أقواله كما جاء في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تقل أنا عاجز أو أنا ضعيف، فإن ذلك يؤثر في نفسية الإنسان ويصيبه بالضعف والكسل. من أقواله التي تدل على مدى عبقريته وذكائه أنه دائما كان يشارك أصحابه ويعلي من شأنهم، وكان يشاورهم، وكان يقول: أشيروا علي أيها الناس، فما خاب من استشار. إن النبي محمدا كان من الحكماء والعباقرة، وكان يعامل الناس على قدر عقولهم، فلما جاء أعرابي وبال في المسجد لم يتهور رسول الله ولم ينفعل عليه ولم يتعصب، وإنما نادى على أصحابه فقال: دعوه، دعوه يكمل تبوله، ثم ضعوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا يدل على أنه كان يعامل الناس على قدر عقولهم، وأنه لم يكن متهورا. ومن أقواله: تهادوا تحابوا، فإن الهدية لها أثر في محبة الناس لك. ومن أقواله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أقواله أيضاً: لا تنظر إلى من هو فوقك، ولكن انظر إلى من هو دونك. فالإنسان إذا نظر إلى من هم فوقه من الأغنياء، ممن وهبهم الله المواهب، فإنه ربما يشعر بالضجر ويشعر بخيبة الأمل، فعليه أن ينظر إلى من هم دونه ممن ابتلاهم الله وممن هم أقل منه. ومن أقواله: إن من البيان سحرا، وذلك أن الفصاحة والبيان والبلاغة تؤثر في النفوس، فإن للكلام تأثير السحر في النفوس، لذا يقول: قل خيرا أو أصمت أو اسكت. ومن أقواله: إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فخير الكلام ما قل ودل. ومن أقواله أنه كان يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلا تنخدع بالمظاهر. ومن أقواله التي تدل على حكمته وذكائه في معاملة الأشرار أنه قال كما في صحيح البخاري: إن من شرار الخلق عند الله
من يتقيه الناس لفحشه فربما تمدحه وربما تقول له كلمة جميلة مع أنك تكرهه، مع أنك تعلم أنه ليس متصفا بذلك، وذلك تجنبا لفحشه وتجنبا أن يصيبك منه أذى. ومن أقواله: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك وهو الجليس الصالح إما أن تشتري منه، وإما على أقل تقدير أن تجد منه رائحة طيبة، كذلك الصديق الصالح. ونافخ الكير وهو مثال للصديق السيء، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما على أقل تقدير أن تجد منه رائحة خبيثة. ومن أقواله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه حديثا للناس، وعليه أن يبتعد عن أماكن الشبهات. هذا ولقد كان النبي يمشي ذات ليلة مع السيدة صفية بنت حيي، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله أسرعا، فنادى عليهم رسول الله قائلا: على رسلكما، انتظرا، إنها صفية زوجتي. فقال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، أي نحن نشك فيك أنك تمشي بالليل مع امرأة في الظلام. لكن النبي كان ذكيا وعبقريا، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. فالعاقل والحكيم هو الذي يقطع ألسنة الناس ويبتعد عن أماكن الشبهات، وألا يجعل نفسه حديثا للناس. في نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل هذه الأقوال والحكم، ولا تنسوا مشاركة هذا المقطع، ولا تنسوا الإعجاب لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اغفر ذنوبنا.